عن شهادات قناة السويس. أخيرا نهاية استحقاق هذه الشهادات في 24 سبتمبر في 2019. مصير هذه الشهادات إيه؟ مصير المواطن؟ هل بالفعل البنوك هتطرح مجموعة من الشهادات الاستثمارية والادخارية الأخرى بديلة لشهادات قناة السويس؟ هنعرف حالا من خلال لقاءنا مع الخبير البنكي الأستاذ هاني أبو الفتوح. أستاذ هاني، بعد مساء الخير. مساء الخير حضرتك. أنا عايزة أتكلم النهاردة في هذه الفقرة عن شهادات قناة السويس واستحقاقها يوم 24 سبتمبر. مصيرها بالنسبة للبنوك هتكون إيه؟ وهل في بدائل بالنسبة للبنوك هتطرحها للمواطن؟ هو الحقيقة ده سؤال مهم جدا وبيشغل بال كتير من المواطنين والمختصين. إيه هو مصير الـ 64 مليار جنيه الشهادات اللي هي هتستحق في 24 سبتمبر؟ هل تأثير خفض أسعار الفائدة هيكون عامل في تسرب هذه الأموال إلى جهات أخرى؟ كل هذه الأسئلة مطروحة أمام المواطن، أمام المستثمرين، وأمام رجال البنوك. هو هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول هو بقاء جزء كبير من هذه الأموال داخل الجهاز المصرفي، وده هنا يأتي دور البنوك في أنها تطور أوعية ادخارية مناسبة، يعني تستوعب كمية السيولة الهائلة التي سيتم ضخها في الجهاز المصرفي عقد استحقاق الشهادات. السيناريو الثاني هو تسرب جزء من هذه الأموال إلى قطاعات اقتصادية أخرى، الأقرب منها أن تكون البورصة وقطاع العقارات. ولكن في اعتقادي الشخصي أن هذه النسبة التي ستذهب إلى العقار أو إلى البورصة ليست كبيرة وليست مؤثرة، وخصوصا أن قطاع العقار يشهد حاليا تكدس ومشاكل في السيولة وتصريف المنتجات العقارية. أيضا البورصة تعاني من مشاكل مزمنة، يعني ليست فقط مشكلة السيولة ولكن هناك مشاكل أخرى فنية في البورصة، وإحنا شاهدنا يعني المتابعين بيلاحظوا دايما أن كميات التداول متدنية جدا جدا جدا، وأيضا حجم السيولة في البورصة. خلينا نرجع لقطاعين مهمين. حضرتك قلت البورصة هتشهد انتعاش اكيد في الفتره القادمه على اعتبار ان في انخفاض في الفايده، في نفس الوقت القطاع البنكي ممكن يحصل له عده مشكلات، خصوصا ان مع توجه الناس للبورصه ده في حاله ما اذا الناس يعني حست ان العائد اللي هيبقى موجود من خلال الشهادات المطروحه بالفايده الاقل مش هيبقى مناسب ليها. شايف ان البنوك او القطاع البنكي المفروض الفتره القادمه يعمل ايه؟ القطاع البنكي على دور ان هو يطور المنتجات والاوعيه الادخاريه اللي تستوعب هذه السيوله، بس انا زي ما ذكرت ان احتمال ذهاب السيوله الى البورصه مش منافس للبنوك، لان ده يعني قطاعات كبيره من المستثمرين تخشى دائما الاستثمار في البورصه ومخاطر فقد يعني لسه القطاع البنكي هيبقى اكثر اقبالا عليه في الفتره القادمه بصرف النظر عن انخفاض الفائده. بالضبط بالتحديد. طيب هناك احتمال خطر واحد اخير بس ما اتكلمتش عليه، اللي هو انها تذهب هذه الاموال الى القنوات غير الشرعيه اللي هي الاستثمار في يعني توظيف الاموال، يعني ودي ظاهره يعني دايما بنلاحظها كل من فتره لاخرى ان الناس ما بتلاقيش اوعيه ما يلبي احتياجاتهم الاستثماريه فيلجأوا الى احد القنوات الغير مصرح بها للاستثمار اللي هي توظيف. لا ده جزء اخر، لكن خلينا نرجع تاني لان موضوع حلقتنا النهارده التحول الرقمي، والبنوك بقى لها فتره يمكن بتعلن مبادره التحول الرقمي، واصبحنا الان يعني كل مواطن دلوقتي الخدمات الحكوميه فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه لازم يسدد عبر الانترنت او عبر البنوك. شايف حضرتك الى اي مدى حققت البنوك من خلال البنية التحتية الخاصة بيها سد احتياجات المواطن وسد احتياجات التجربة؟ هي طبعا دي تجربة جيدة جدا. البنوك قامت بإصدار بطاقات مدفوعة مسبقة الدفع، وأصدرت البطاقات دي أو حاليا بتصدر من خلال أعتقد يمكن أربع بنوك كبرى مجانا لمدة 6 أشهر. دي بتمكن المواطن ان هو يؤدي المستحقات او المدفوعات الحكوميه الكترونيا بحد اقصى 10,000 جنيه. طبعا هناك مزيد من الجهود، يعني
مطلوب عملها ليس فقط من البنوك ولكن ايضا من الجهات الاخرى اللي هي يعني مسؤوله عن البنيه الاساسيه التحتيه الالكترونيه في الدوله لتسهيل المدفوعات وعملها بطريقه اكثر امنا وطريقه اكثر سهوله للاستخدام امام المواطنين. حضرتك شايف ان البنيه التحتيه اللي خاصه بالبنوك ما تكفيش، لازم تقوى بشكل اكبر من كده على اعتبار ان تواجه حجم استخدام المواطن بالنسبه للخدمات البنكيه؟ مش البنوك فقط ولكن الجهات التي تتعامل في المدفوعات الالكترونيه كلها والمستحقات الحكوميه. في يعني عقبات كثيره او تحديات كثيره بتواجهها الدوله في هذا الموضوع. جودة الاتصال، خطوط الاتصالات، جودة الانترنت، كل هذه الأمور مطروحة اللي هي يجب التعامل معها، يعني وجود حدود قاطعة للتعامل مع المشكلات القائمة. أنا بشكر حضرتك على هذا التعليق.